السلام عليكم. في الأردن عام 95 حصلت قصة، كانت قصة مؤلمة جدا جدا، ويجب أن يسمع أولياء الأمور هالقصة علشان يحذرون. القصة تتكلم عن فتاة عمرها 10 سنوات، بنت في المرحلة الرابعة الابتدائي في مدرسة الوكالة اللي في الزرقاء. البنت طالعة من المدرسة في نهاية اليوم الدراسي، لابسة مريول المدرسة الأزرق ورايحة للبيت، وصلت الساعة 2 الظهر. أول ما دخلت البيت والدتها طلبت منها أن تحمل الطعام إلى بيت عمتها في آخر الشارع، وهني كانت الكارثة. لأن شوفوا، وأنا آسف أني أقول لكم هالحقيقة بعد بحث طويل جدا جدا في قضايا اللي يتعرضون لها الأولاد الصغار، سواء بنات أو اللي هم صبيان، دائما الخطأ يقع في الدرجة الأولى على أولياء الأمور، سواء في الإهمال أو في عدم المبالاة أو في الثقة الزائدة في الناس. مالكم في الطويلة، قالت لها اخذي هذا الطبق ووصليه إلى بيت عمتك في آخر الشارع. قالت حاضر يا يما، وهي لابسة لبس المدرسة ما ارتاحت، خذت الطبق وراحت مبسوطة بتروح تشوف عمتها وتسلم عليها وكذا. المهم البنت راحت ولا رجعت. الأم تنتظر ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع. راحت لبست ملابس الطلعة هذه وراحت لبيت عمة البنت، تسألها السلام عليكم. عليكم السلام، ما شفتي بنتي سمر؟ ما جابت لك الأكل؟ قالت نعم جابت لي الأكل. وهذا الكلام ترى من الساعة 2:10 تقريبا، يعني من زمان يعني، وراحت البيت ما شفتها وكذا، انت دوري عليها يمكن عندكم في البيت. قالت لا والله مو موجودة. المهم تدور الأم، تدور الأبو جاي من الشغل، والأبو مسكين يعمل صباغ وتعبان وحالته حالة، ويدور 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 لين خيم عليهم الليل. يا ساتر يا رب يا رب، إن شاء الله تكون سليمة. يدعون وخايفين، وبلغوا الشرطة والناس تدور معاهم وين راحت سمر، وين راحت سمر. والكلام هذا في 95 إلى اليوم الثاني، والشرطة تبحث، أبوها وأمها يبحثون. سمر عندها أخوان وخوات أكبر منها تقريبا، عددهم 7 يعني أفراد، كلهم يدورون عند الجيران في البقالة في الشوارع، ما حصلوا على أي أثر لسمر. وين راحت سمر بعد ما طلعت من بيت عمتها ما يدرون. المهم رجال الأمن بدأوا التحقيق مع أفراد الأسرة ومع العمة نفسها ومع الجيران، يحاولون يسألون في أحد في الشارع مثلا من أصحاب السوابق، يبون أي دليل. البنت ما لها أي يعني أي وجود، وين راحت؟ من اللي خذاها؟ اليوم الثالث ولا اتصال من مركز الشرطة على بيت أبو سمر. السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشرطة يا أبو سمر، إن شاء الله حصلتوها، إن شاء الله. قال مر علينا شوي نبيكم موضوع. المهم ويروح لهم، خذوا معاهم وين؟ إلى مستشفى البشير. الخبر السيء، لكن في جثة تم العثور عليها، ومواصفات الجثة تقريبا مقاربة لمواصفات بنتك المفقودة، لكن نبيك تشوف يعني إن شاء الله ما تكون هي. أول ما شاف الجثة وينهار المسكين، ولا هذه بنته مقتولة. يا ربي يا دخيلك يا ربي يا ربي، أنت ربي شلون؟ ومنو هذا الحقير؟ وليش بنت في عمر الزهور رابع ابتدائي كلها نشاط وحيوية
بنت في قمة البراءة، شنو الذنب اللي سوته؟ وشنو اللي فيها مثلا إغراء علشان أنت تخطفها ولا تعتدي عليها؟ شنو تحصل من هالبنت الصغيرة في العمر؟ لكن البشر اللي فيهم أمراض هذا ما يفكر صغير ولا كبير. وهذا الرسالة اللي بوصلها لكم، لا تعتقد أن عيالك لما يكونوا صغار يعني الناس تنظر لهم كلهم بنفس هالنظرة، نظرة أنه صغير وبريء لا 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 لا، بالعكس البريء هو أسهل ضحية بالنسبة حق المجرم المريض النفسي، أسهل ضحية في الخطف وفي الاعتداء، وانه يمكن ما يستطيع انه يكشف هويته وانه يقدر يتخلص منه، هذه اسهل ضحية بالنسبة لهم. هني الخطورة في الموضوع. الان الموضوع عند رجال الامن يدورون منو المجرم. الطب الشرعي عطاهم تقرير كارثي، قال لهم رقبة البنت عليها اثر، لكن اثر يد، يعني أصابع يد مغروسة داخل عنق البنت هذه سمر، يعني خانقها بيدينا لدرجة مخلي أظافره تغرس داخل رقبة البنت إلى أن قدر يعني يخنقها. يخرب بيته. لا، واللي أدهى وأمر أنه تم الاعتداء عليها. لا إله إلا الله. زين، منو الحقير اللي ارتكب هالجريمة؟ يدورون يرفعون بصمات ماكو فايدة، أحد عرف، أحد سمع، أحد شاف البنت مرت أو ركبت مع أحد، راحت مع أحد، أبدا ولا في أحد بلغهم بأي معلومة تفيدهم أو توصلهم للمجرم. اليوم الرابع بدأ الخبر ينتشر وصاروا البنات يبكون اللي هم صديقات سمر في المدرسة، يبكون يعني سمعوا ان انقتلت زميلتهم، وصار حزن شديد في مدرسة الوكالة اللي كانت تدرس فيها رحمة الله عليها سمر. البنات يبكون منهارين، والأبلات والمعلمات يبكون على سمر، وليش وشن هالوحشية هذه؟ ولما عرفوا التفاصيل سمعت بالسالفة طالبة كذلك في مرحلة الرابعة الابتدائي اسمها فاطمة أبو طافش. فاطمة أبو طافش صديقة سمر وزميلتها في نفس المرحلة وتعرفها وقريبة من بيتهم. لما سمعت، طبعا الصغار تعرفون انتم ما يدرون كل شيء يصير يعني حواليهم الا من خلال بعد ما ينتشر الخبر وصار ضجة، وفي ذاك الوقت 95 يعني ما في سوشيال ميديا وسرعة انتقال الخبر، لكن عرفوا من خلال المدرسة اللي اعلنوا عن وفاة سمر وحزنوا عليها وسووا لها وقفة، يعني وقفة احترام ودعاء لها وكذا، يعني عرفت البنت القصة، طارت لأمها على طول بعد نهاية اليوم الدراسي وقالت لها معلومة. قالت يا يمة، أنا آخر مرة شفت سمر راكبة في مرسيدس لونها أزرق، وكانت طالعة قريب من الحي اللي احنا ساكنين فيه، ومرت وأنا شفتها، حتى أني صرخت عليها وهي كانت تلوح من شباك السيارة وهي تضحك ومبسوطة، وأشرت لي حتى أن صاحب السيارة اللي كان يقود السيارة يعني وقف شوية السيارة وتوقف قليلا، وأشرت لي قالت لي تعالي اركبي معانا، أنا خفت وما ركبت فحرك على طول، وكانت تضحك وتلوح لي. قالت لها متأكدة؟ قالت لي نعم متأكدة. متى هالكلام؟ قالت بعد ما رجعنا من المدرسة. بعد ما رجعت من المدرسة في اليوم الفلاني كان وقت اختفاء سمر، أو تاخذ بنتها وتروح إلى أم سمر وتبلغها بالقصة. خذوا البنت ويطيرون فيها إلى رجال الأمن، قالوا هذا بنتنا وهذه صديقة سمر وشافت كذا 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 كذا. قام يسألها المحقق
شو اللي شفتي؟ قالت سيارة صغيرة، طبعا هي ما قالت مرسيدس، قالت سيارة نوع يعني هذه السيارات أنا بفهمكم شلون البنت عرفتها يعني، وشلون هم عرفوا إن هذه مرسيدس وشلون فأنا بفهمكم السالفة. قالت سيارة نوع أزرق وصفتها، ولا هذه في ذاك الوقت كان في شارع قريب من بيت سمر يتجمعون فيه سيارات السيرفس، فأغلب السيارات السيرفس اللي تنقل الركاب مثل التاكسي يعني ينقلونهم بين المحافظات بين المناطق وكذا، كان لونهم يصبغونه أزرق، وكانوا يستخدمون غالبيتهم السيارة المرسيدس القديم، احنا نسميها مثل الزلموكة او يسمونها في الأردن يسمونها المعدلة W123 يسمونها اذا بتبحثون عنها في جوجل. فهذا النوع كانوا يستخدمونه دائما، وكان اغلب سيارات السيرفيس يصبغونها ازرق علشان الناس تعرف ان هذه سيارات للأجرة. فقالت كانت راكبة سيارة صغيرة لونها ازرق وكذا، قالوا لها تعالي تقصدين مثل هذه؟ قالت اي نعم، تقصد اللي مثل لون سيارات التكاسي وغالبيته مرسيدس. او يستنفرون رجال الامن اي سيارة تبع السيرفس لونها ازرق هذه تسحبونها، اسحبوا كل السيارات وجابوا البنت مرة ثانية مثل هالنوع ولا هالنوع، لان في سيارات انواع ثانية. قالت لا نفس هذه، هي تقصد المرسيدس، استبعدوا السيارات العادية الأنواع الثانية وجابوا فقط سيارات السيرفس المرسيدس القديمة. وقالت إيه قديمة وشكلها كذا، عطتهم وصف دقيق، والبنت ما شاء الله كانت دقيقة جدا حتى بوصف سائق السيارة، يعني شيء غريب بصراحة. أنا انبسطت في أقوال البنت لما قرأت ملف التحقيق، انها شلون كانت توصف السائق وتوصف السيارة وتوصف البنت شلون كانت تأشر لها، ومبين البنت حريصة وذكية وفطنة، حتى ان سمر كانت تأشر لها تقولها تعالي اركبي معانا، رفضت البنت وتذكرت السالفة بالكامل. الان صار البحث عن اي سيارة من نوع الزلموكة هذه او المعدلة المرسيدس اللي مالت السيرفس، ويسحبونهم كلهم. يوم سحبوا كل قائدين السيارات، هي يعني هي قالت لهم مواصفات الساق، قالت شعره منكوش أشعث وفيه سمار وشكله كذا، وتعطيهم بعض الملامح اللي قدرت يعني تشوفها لأنها كانت خايفة منها لما وقف وكان ملتفت عليها. يعني لما جابوا ولا واحد فيهم مميز جدا جدا، شكله وسخ قذر، ملابسه قذرة جدا، شعره أشعث ما يهتم فيه يعني ما يهتم في تمشيطه وكذا، وفي سمار ولا وضروسه صفر جدا ما يشرب، يقولك هذا يسمونه حتى الثعلب، أصحابه السواق سواق السيرفيس كانوا يكرهونه وينبذونه يعني لأنه كان يتجمع معاهم ويسمونه الثعلب، ضروسه صفر ووسخ وما يلبس وكذا ولا يهتم. لكن مواصفاته شدت رجال الأمن، جابوا على طول وجابوا البنت، قالوا لها هذا هو الرجل؟ قالت إيه نعم. قالوا لها لحظة شوي، حطوه في طابور عرض أكثر من مرة وغيروا شكله وغيروا كذا، كانت في كل مرة تؤكد لأنه كان شكله مميز جدا جدا. هذا منو؟ اسمعوا السالفة. طبعا الآن ما تم التأكد أن هذا هو المجرم ولا لا، يعني لا تستعجلوا في الحكم، لكن هذا اللي الآن توصلوا لك كمشتبه رئيسي، هذا اسمه شلش. شلش هذا كان يعيش في الكويت من كان عمره 10 سنوات، وهو من مواليد 1944، وعمره في عام 95 تقريبا 51 سنة إذا ما خاب ظني أو في خطأ بالحساب. المهم فكان يشتغل في الكويت وعايش في الكويت مع أسرته، وكان يعمل في وزارة البلدية أو البلدية نفسها كان يعمل فيها سائق. لما صارت أزمة الخليج في عام 90 انتقل إلى
الأردن وسكن في الزرقاء، واستأجر شقة في جبل الأبيض اللي في الزرقاء، كان متزوج بنت عمه في الكويت، ولما راح على الأردن تزوج واحدة ثانية لأن زوجته الأولى بنت عمه ما جابت العيال، فتزوج الثانية وجابت له ولد وبنت. هذا الرجل يعمل كسائق سيرفيس نفس التاكسي، يوصل ويجيب ويروح يودي، وكانت سمعته سيئة لأنه ما يهتم بنفسه، ما يبدل ملابسه، رائحته كريهة، شعره أشعث، ضروسه صفر، وكان مميز يعني، ولكن كان دائما صامت ما يسولف، وهذا الشيء اللي كان يخلي بعض أهل الزرقاء يعني مرتاحي له أن يخلونه يوصل بناتهم وزوجاتهم للعمل وكذا، إنه ما يسولف أبدا إذا ركب معاه أي راكب. فالحين أصبح شلش هو المتهم الرئيسي، تكلم يا شلش، قال لا مو أنا، وأنا ما سويت هالكلام، قال أنا ماشي، ما تبي تعترف؟ قال لا، حرم عليكم تظلموني، وأنا إنسان فقير، وأنا كذا وأنا كذا. احجزوا، راحوا استدعوا زوجاته، زوجته الأولى وزوجته الثانية، ساكنين بنفس الشقة، هو الشقة كلها غرفتين وحمام ومطبخ، وزوجاتها معاه، راحوا جابوا زوجاته، مستغربين إن هذا شلون متزوج ثنتين، وشلون يعني وضعه، وهل معقول أن شخص مثل هذا متزوج امرأتين وعنده ولد وبنت ويعتدي على بنت عمرها 10 سنوات؟ فكانوا مستبعدين شوي. لما جابوا زوجاته أو هم أوهم رجال الأمن أن شلش اعترف، وليش ليش أوهم من الاعتراف؟ يبي يشوفون إذا هذا عنده بلاوي، عنده عيوب أول وكذا، لما يقولوا لهم أن مثلا هذا اعترف باعتداء على بنت عمرها 10 سنوات، فشيء طبيعي أن هلا يكرهونه ويعترفون بكل شيء، خلاص خلي يولي إن شاء الله ينعدم. أو فعلا هذا اللي حصل، بعد ما قالوا حق زوجاته أن شلش اعترف بأنه هو اللي خطف البنت اللي اسمها سمر وأن اعتدى عليها وكذا، زوجاته انفجروا وبطوا الجربة، قالوا إيه نعم، وكانت عنده حركات سيئة، وكان يجيب بعض الأولاد الصغار يدورهم يصيدهم بهالتاكسي ويغريهم، وإحنا دائما نشوفه لكن نخاف منه لأنه يضربنا ويهددنا بالقتل، والحمد لله أن الله كشفه، ولازم تأخذون حق هالبنت المسكينة منه ولازم تعدمونه. وقالت زوجته الثانية، قالت فعلا في نفس اليوم يعني اللي أنا سمعت فيه الخبر، خبر خطف البنت، كان اليوم الثاني لما بدأت رجال يعني الأجهزة الأمنية ورجال الأمن بالبحث عن البنت سمر، جاني البيت، ولما جاء البيت كانت ملابسها متسقة جدا جدا على غير العادة، أهو كان أصلا وسخ لكن هالمرة كان متسق لأنه كان تكرمون بايل على ملابسه. فأنا استغربت إنه ليش بايل على ملابسه، فعطاني بنطلونه قال لي اغسلي لي إياه، فأنا رفضت، قلت له قاعد أغسل ملابس الأولاد، روح حق زوجتك الأولى اللي ما عندها أولاد خل تغسل لك هي. فراح حق الثانية وهي ذيك اللي غسلت له، قالت فعلا كان في اليوم هذا وحسيت إنه متوتر، حسيت إنه كذا. ويروحون حق شلش، طبعا انتم عارفين ايش سووا فيه، بطل الجربة وقال اي نعم انا اعتديت عليها وانا كذا. قالوا له اشرح لنا ايش اللي صار. قال انا كالمعتاد اوقف مع مجموعة من التكاسي السيرفيس في الميدان ننتظر الزباين، لكن انتبهت على البنت سمر وهي قريبة يعني كانت تعبر الشارع، فعلى طول حركت السيارة واقتربت منها وبديت أغريها بالحلوى وأقولها راح أشتري لك ألعاب وملابس العيد وكذا، فاقتنعت البنت وركبت معاي. أول ما حركت على مسافة تقريبا 20 متر 30 متر، هي شافت صديقتها. منو صديقتها؟ فاطمة أبو طافش اللي هي الشاهد. فأول ما شافتها ولوحت لها قلت فرصة أني أخطف الثانية معاها، فوقفت وكنت أقول حق سمر اندهي عليها خليها تركب،
فسمر فعلا تقولها تعال اركبي معانا اركبي معانا. فاطمة خافت قالت لا. أبو طافش قالت لا. فحرك هو لأنه شاف البنت رافضة وما يبي أحد ينتبه عليه في الشارع، حرك يقول وأخذتها معاي إلى أن وصلنا إلى طبر بور، منطقة طبر بور، واعتديت عليها. وأول شيء اعتدى عليها لما بدأت تنزف بشكل كبير وحسيت أنها راح تفضحني لأنها بدأت تبكي وتصرخ وكذا، قمت وخنقتها بيديني لدرجة أني غرست أظافري، لأنه هو الوسخ ما كان يقرب أظافره، وغرس أظافره في رقبة البنت إلى أن فارقت الحياة. لكن المكان اللي قتلها فيه ما هو المكان اللي رمى، لا، أخذها إلى أحد التلال القريبة ورمى الجثة، فشافها واحد من رعاة الغنم اليوم الثاني، وهو اللي بلغ السلطات الأمنية. السالفة مهني، أي والله السالفة مهني. السالفة هذه كانت في 95، في 93 قصة اختفاء البنت اللي اسمها أماني من أهل محافظة الزرقاء، واللي أصلا ما عثروا على جثتها. قالوا له تعال تعال، في بنت قبل سنتين اسمها أماني وين وديتها؟ قال ها لا مو صحيح. اعترف، شاف السالفة خربانة وهو اصلا معدوم على هذه. قال لهم نعم ذكرتوني بالسالفه هذه، هذه بنت كذلك انا قبل سنتين خطفتها واعتديت عليها، لكن هذه قدرت اني ادفنها. وين دفنتها؟ في المكان الفلاني. ويروحون يطلعون الجثه، ولا فعلا الجثه موجوده لكنها متحلله طبعا. وصارت القضيه يعني تتداول في الصحف العربيه كلها في ذاك الوقت. السفاح، سفاح الزرقاء، شلش، لا شلش هذا طلع عنده بلاوي، هالسكوتي هذا اللي محد كان يعتقد انه يسوي شيء، والكل كان يقول هذا مسكين ما يهتم بنفسه، مسكين غلبان. وربعه كانوا مكتشفينه، ربعه خصوصا اصحاب التكاس كانوا يسمونه الثعلب، لانه كان دائما يطلب منهم زقاير، وكان إذا وقفوا سياراتهم جنب بعض يدخل السيارات ويشوف أي واحد عنده أكل عنده شرب شيء يشرب ويأكل بدون ما يقول له، فكانوا يسمونه النمس أو الثعلب أو كذا. المهم لكم بالطويلة، صارت ضجة على قصة شلش السفاح بعد اكتشاف الجريمة الثانية، ولا قاموا يفتحوا للملفات الأخرى اللي كانت مقيدة ضد مجهول. وما يندر الله يستر إذا كان أيام الثمانينات شو مسوي، إذا مسوي شيء بالكويت وإحنا ما ندري عنه. لكن ورا لا، ما في قضايا ضد مجهول يعني قليلة جدا يعني. المهم مالكم بالطويلة، إلا أنا أقصد اللي كانت في الثمانينات يعني كلها كانت محلولة يعني. تم الحكم على شلش بالإعدام، وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في شلش في ساحة عامة وكان أمام الجميع. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.